السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين: ترقب لإعلان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات نتائج الانتخابات الجهوية والبلدية والتشريعية بين يدي قرب موعد الجولة الثانية. غوتيريش يدعو الأطراف المتنافسة في الانتخابات بموريتانيا إلى العمل بطريقة سلمية وتصرف بمسؤولية ويهنئ الشعب الموريتاني. والمولود يصف الجولة الثانية بالمعركة العظمى ويقول إن هزيمة النظام لها وقع على مستقبل البلد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد فالو البلال إن نتائج الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية التي أجريت فاتحة شهر سبتمبر الجاري ستعلن مساء الجمعة أو صباح السبت. وكانت أحزاب سياسية مشاركة في الانتخابات قد احتجت على تأخر إعلان النتائج، كما تقدمت بتظلمات بشأن ما اعتبرتها خروقات شابت العملية الانتخابية. نتابع تفاصيل في سياق التقرير التالي. نسبة المشاركة، اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تقول إنها ستعلن نتائج الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية في أجل أقصاه مساء الجمعة أو صباح السبت، وفق ما ورد على لسان رئيسها محمد فالو البلال في تصريح صحفي. يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه الإعلان الجزئي عن نتائج اقتراع فاتح سبتمبر، والذي شهد تنافس 98 حزبا سياسيا بعضها يشارك للمرة الأولى في تاريخه. وحسب النتائج الأولية فإن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يتجه إلى حسم 4 مجالس جهوية وخوض جولة ثانية في بقية المجالس، كما يتوقع أن يخوض جولة ثانية في معظم بلديات العاصمة نواكشوط. ويتجه الحزب الحاكم إلى تصدر نتائج الانتخابات، يليه في المرتبة الثانية حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، الذي يتوقع أن يحافظ على زعامة مؤسسة المعارضة باعتباره الحزب المعارض الأول في الترتيب حسب المعلن من النتائج حتى الآن. وتثير النتائج الأولية المعلنة جدلا سياسيا في موريتانيا، فقد احتج قبل أيام قادة عدد من أحزاب المعارضة أمام مقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والتقوا رئيس اللجنة، حيث قدموا له تظلمات وطالبوه بالتحقيق فيما اعتبروه خروقات شابت العملية الانتخابية، فيما أكد رئيس اللجنة على الوقوف على ذات المسافة من مختلف أطراف المشهد السياسي، وأكد على شفافية العملية الانتخابية، وقال إنه سيأخذ بما قدمه المحتجون من ملاحظات على العملية الانتخابية. وينتظر أن تخوض الأطراف المتنافسة على الجولة الثانية للانتخابات في 15 من شهر سبتمبر الجاري وفق المرسوم المنظم للعملية الانتخابية، وهو ما يعني أن الفرق الزمني بين إعلان النتائج وموعد الشوط الثاني لن يتجاوز الأسبوع. دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف السياسية المتنافسة في الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية إلى العمل بطريقة سلمية والتصرف بمسؤولية في انتظار الإعلان عن النتائج. وهنأ غوتيريش في بيان صادر عن المتحدث باسمه الشعب الموريتاني على إجراء انتخابات سلمية، داعيا المتنافسين فيها إلى تسوية نزاعاتهم عبر الحوار ووفق القانون. وصف رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد المحام احتجاج بعض قادة المعارضة أمام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بغير المبرر وغير القانوني، مضيفا أن من شأنه جعل اللجنة تحت ضغط. وقال المحام خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط إن التعاطي مع اللجنة الانتخابية ينبغي أن يتم بالطرق القانونية من خلال التظلم والطعون طبقا للمساطر المحددة قانونيا. من قيادات أحزاب سياسية مشات بشكل غير مبرر وعدلت احتجاج
داير به اللجنة المستقلة للانتخابات تحت الضغط وبشكل غير مبرر وغير قانوني. اللي اللجنة المستقلة للانتخابات حلقة من حلقات المسلسل الانتخابي اللي يبدأ من الإحصاء وينتهي بالقرارات القضائية، وبالتالي كطرف سياسي فاعل في العملية الانتخابية وموقع متقدم فيها، نؤكد أولا احتجاجنا على التصرف له، وأنه تصرف أولا غير ديمقراطي، ثانيا غير قانوني، في وقت النتائج فيه ما فتنا سمعنا بأي إعلان للنتائج لا مؤقت ولا رسمي، وإلى فاتنا أعلنت نتائج مولية الله التعاطي معها يتم بالطرق القانونية المنصوصة قانونا، بالتظلم، بالطعون، بالمساطر اللي حدد القانون. وقال والمحم إن المؤشرات الأولية توحي بأن الاتحاد من أجل الجمهورية يحتل مراتب متقدمة في النتائج بمختلف الدوائر على كافة الأصعدة، مضيفا أن الحزب ينتظر الإعلان الرسمي للنتائج وسيتعامل مع ذلك. ننتظر لين تعلن اللجنة المستقلة للانتخابات نتائجها الأولية ولا نتعامل معها. رغم ذلك المؤشرات من خلال الواصلة المنسقية الوطنية للحملة، من خلال إدارة عمليات الحملة في المنسقية، تقول إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يحتل مواقع متقدمة جدا، وإنه في كافة الأصعد سواء على مستوى اللوائح البلدية واللوائح النيابية يدور يحسن، واللوائح الوطنية اللوائح النيابية بصورة عامة يدور يحسن موقعه بشكل واضح وبين. مجالس الجهوية لا ينخوض غمارها، والمعلومات تؤكد أن أيضا هو موقع متقدم جدا جدا فيها، وهذا معلومات أولية. يقير نهنى كافة الاتحاديين كافة الاتحاديات على النتائج اللي وصلوا لها وعلى ثمرة عملهم. طالب حزب الفضيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتحقيق في النتائج التي حصل عليها بمختلف الدوائر الانتخابية على عموم تراب البلاد، مضيفا أن نتائجه تعرضت لتلاعب. وقال الحزب في بيان صادر عنه إن ما سماه التلاعب بنتائجه شمل اللوائح الوطنية والمحلية والجهوية، داعيا اللجنة الانتخابية إلى التحقيق في ذلك. أعلنت كتلة التغيير الجادي شبابية دعمها لمرشح المعارضة خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية، ودعت الشباب الموريتانية للتصويت لصالح مرشح المعارضة. طلبت الكتلة خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط ببذل أقصى ما يمكن في التعبئة من أجل إنجاح مرشح المعارضة خلال الجولة الثانية. إننا في كتلة التغيير الجادة الشبابية نعلن ما يلي: دعمنا لا مشروط لكل مرشحي المعارضة ومن يحملون خطا تغييريا ضد مرشحي النظام ومن يوالونهم، وذلك في الشوط الثاني المزمع بعد أيام في البلديات والبرلمان وفي المجالس الجهوية. نطالب جميع الشباب الموريتاني الناضج في رؤيته، المستقل في إرادته، الصادق في مسعاه، التصويت لمرشحي المعارضة وخاصة ما يعرف بالتحالف الانتخابي للقوى الديمقراطية، وأن يبذلوا أقصى ما يستطيعون للتعبئة المباشرة وبالهاتف ومن بيت البيت، وأن يستغلوا الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وكل وسائل المشروعة والمتاحة من أجل تحقيق الهدف المنشود، وهو نجاح مرشحي المعارضة. كما نطالب جميع القوى الشبابية أينما كانت، بل وكل الشعب الموريتاني، التصويت ضد خيارات حزب الحاكم. وصف رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة محمد المولود الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والجهوية على مستوى العاصمة نواكشوط بالمعركة العظمى. وأضاف المولود خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن هزيمة النظام في العاصمة سيكون لها وقع كبير على مستقبل البلد. على أبواب معركة عظمى هي معركة نواكشوط، اللي ستتجلى فيها الإشكالية اللي يمكنكم تكلمتوا عنها، وهي ضرورة إلحاق الهزيمة بهذا النظام وهذا الحزب اللي أنهك البلد
وخربه ويريد أن يعيد الكرة من جديد. إذن هذه الفرصة للشعب الموريتاني أن يلحق به الهزيمة في العاصمة، هذا ستكون لها سيكون لذلك وقع كبير جدا على مستقبل البلد وعلى مستقبل هذه المرحلة الانتقالية. إذن راجعين على نفس الاندفاع ونفس النشاط ونفس الحيوية اللي بذلته من أجل تحقيق هذا الفوز الأول، أنه يتضاعف إن شاء الله من أجل أن تنتصر المعارضة وينتصر الحق في هذه الجولة الثانية. إلى شأن منفصل، حيث شهدت العاصمة نواكشوط مؤخرا تهاطلات مطارية تسببت في إعاقة حركة المرور بعدد من شوارع المدينة، وأثارت المياه التي لا تزال موجودة ببعض الشوارع والساحات تساؤلات عدد من المواطنين بشأن الصرف الصحي بالمدينة. نتابع. ليست بحيرة اصطناعية أو محمية طبيعية لمياه الأمطار، لكنه أحد شوارع العاصمة نواكشوط، حيث لم يعد للسيارات خيار ثان إلا عبور هذه المياه أو البقاء حبسة المكان. هذه للأسف هي حالة موريتانيا دائما، وهذه هي وضعيتنا احنا فيها كمواطنين. دولة من 4 ملايين وعندها هذا من الخيرات وعندها هذا من المقدرات، راعي شوارع على نبتهم واستحاب اللي ينتهي شهور ثلاث انبار الطريق، ولا يجبر حد بل من يخرج نهار كامل والي ينزق انه بده شران دوري كان نقدو نوصلو بل من قايسين قالب نوصلو. موسم الامطار في نواكشوط موسم الغرائب والتندر على عمل الحكومات الموريتانيه المتعاقبه، فلا تكاد تمر من شارع الا وصادفت مرددا هذا هو الصرف الصحي الذي اعددتم، هذا هو الماء الزلال فاسق ماشيتك، سخريه من المستنقعات المنتشره في كل مكان والطين الملازم لها. ورغم أن الخضراء هي أندر موجود في نواكشوط، إلا أنها باتت كالماء مادة للاستغراب هذه المرة، حيث باتت الحدائق كما الشوارع مصاحبة لذكر الأوساخ والحشرات. ونحن طالبين من مولانا ومنكم تعاونون تقعوه عنا، والله يعدلونا الرواية يقولوا عنا ذي الوساخ ذي الجردة لا فترنا منه، ها الوساخ ذي الجردة وذي المريصة مضيعة العلم كامل، اللي المريصة ذي الوساخ مضيعة العلم كامل، ما يقعد حد يقعد ناموس وياسر ووسخ وياسر وملان من مبالي تباطل ما تهو لا تصح. أما هنا فتعطلت أرزاق عدد من أصحاب المحلات التجارية في السوق بسبب مياه الأمطار الأخيرة والتي تأتي بعد أخرى عرفتها العاصمة قبل أيام، ولم يقتصر الضرر على أصحاب المحلات بل شمل أصحاب عربات اليد الصغيرة وأصحاب سيارات الأجرة، وإن عرفت عربات الحمير ومؤجر الأحذية الطويلة بعض الرواج. شوف لان الوساخ خلنا زاد هاي اصحاب جات الاولى راعيها جات لي اصحاب البارح وقحتوا لي راعي بقد انه راقنا وخنزه لان جابوا لنا قاش. هذا فيه ما هو اصحاب واحد وخلاط معاه مفونصات ينطرون عليها والدوشات ينطرون عليهم فونصات ينطرون عليه من ميال ما هي صالحه وعندنا ما تينا قاعدين نشتغلوا وتاتنا موقفينهم. حاول التقدم إلى عمق هذه السوق في مقاطعة السبخة لتقصي الواقع أكثر، لكن الوضع استقر على هذه الحال فالطريق مسدود. لم يعد بإمكانك تجاوز هذه النقطة من سوق السبخة في نواكشوط إلا على متن العربات أو باستخدام أحذية خاصة. محمد أحمد الخوية، المرابطون، نواكشوط. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم بها. ترقب لإعلان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات نتائج الانتخابات الجهوية والبلدية والتشريعية بين يدي قرب موعد الجولة الثانية. غوتيريش يدعو الأطراف المتنافسة في الانتخابات بموريتانيا إلى العمل بطريقة سلمية والتصرف بمسؤولية ويهنئ الشعب الموريتاني. والمولود يصف الجولة الثانية بالمعركة العظمى ويقول إن هزيمة النظام لها وقع على مستقبل البلد.
يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الواحدة والنصف تتابعون إعادة حلقة من برنامج المشهد تناقش دلالات النتائج الأولية لانتخابات فاتحي شهر سبتمبر. السلام عليكم.